مجال المعادي للأغنياء بس. لا وبذكر اللعب رايحين دلوقتي على فاميلي لاند عشان نسكيت ونلعب بينج وبولينج ونهاها على نفسنا. ناس كتير فاكرة ان المعادي الاغنية بس، فنزلت عشان نشوف الحوار ده، وعشان ابسط لكم الموضوع جبت لكم معايا بكل بساطة انا امنية شكرا. المعادي ارض الاستروكراطيه المفرطه والناس اللي بتنزل الصبح بدري وتلعب رياضه في الجنينه. الله الله هي كلها جنان واشجار اصلا. للدرجه دي؟ طب لو انا شخص عادي وعايز اروح المعادي وعايز اكل واشرب والعب واتفسح اعمل ايه؟ هتنزل محطه المعادي وتقابل امنيه. لا لا انا اللي هقابل امنيه، انت تنزل المعادي بس. ايه دي المعادي اللي بيقولوا عليها؟ اولاد الاغنياء بتوع المعادي. عشان هي من سكان المعادي ومرشدتنا في الرحله دي. بنعمل في المعادي؟ بص مش عارف على الله. اول ما تخرج من المترو لو دخلت يمين هتبقى في شارع 9 اشهر شارع هناك. والله هو ايوه فعلا. ولا بقى احلى حاجه ان انت ممكن تيجي تجرب بس انا مش عايزين نفتح. اول انا عارف انك جوه. احلى حاجه بقى ان انت ايه ممكن تيجي يومي. بس امنيه بقى عشان بنت ناس اول المعادي ومش عارف ايه. هي جايبه حاجه انا مش عارف ايه ده اساسا. لا ده مكروه. دوقي دوقي دوقي. لا انا عايز الخضر عشان بحب الخضر. ايه ده ماما ناشف بابا. بص فكك، هو بوتي فور بس ابن ناس شويه ومتنكر في اطعمه غريبه، يعني ده الريد فلفل وده الجرين سلط وده بطعم الباربي وعليه سمسم الوان. لا الواحده 8 جنيه. امنيه عدشت بس فراح تجيب ميه. الناس بيقول عليه وكل محلات بقى من اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش. تقول لك هنفطر في سيرك الكيف. بيعملوا فيه كيف انا عمري ما دخلت. تعالى بقى نشوف هيفطروا ايه. تعالى كيف كده كيف يال. مش قادر اقعد هنا. ايه بقى ده بكام ده بقى؟ يا نهار اسود ليه عنتيرو. بس بقول لك ايه فكك، مفيش احلى من القعده على الرصيف. شاف امنيه قال لها ايه ده امنيه؟ خد صوريني مع هبب. ودخلنا نقعد في دانكن عشان امنيه عايزه تشرب قهوه. وعملنا فيديو قبل كده اعمل ايه في دانكن دونتس، ابقى ادخل شوفه واعمل لايك. وبعدين طلعنا عشان نروح الكورنيش. انت تعرف ان المعادي اللي عملها واحد اسمه سوارس يهودي؟ عشان كده كلها شبه بعض لقيه يهودي. مين مش نورمي؟ انت بتهزر. كومبارس بتيجي كل يوم رغم ان الشوت مش يومه. تعالي نلعب اللي الداس يخشى. ايه ده بقى؟ روح اساله روح اساله. ايه المكان ده؟ بكام؟ الساعة عاملة 1000. اجري. ممكن تتمشى تقعد يا جمال النيل تلعب. وبذكر اللعب رايحين دلوقتي على فاميلي لاند عشان نسكيت ونلعب بينج وبولينج ونهاها على نفسنا، بس قابلنا حاجات غريبة في الطريق. يا بوي كل دي ابراج القاهرة. هتلاقي هناك سينما. هنا سينما جالاكسي نوت 7 هتتفرجوا على احسن افلام وهتاخدوا معاكم سندوتشات جبنة روبي قبل ما تخشوا وتحطوها في اي حتة. وكل ده بكام؟ مش عارف. يلا هنا نسأل. حفلة 10 و12 ب 60 وبعد كده من اول 2 ب 90. مالك بيه يعني؟ لا انا سكيت يا ست، انا كبرت على الحاجات دي. النص ساعة ب 60 جنيه ولو هتدخل مش تلعب 5 جنيه. انت بتتحداني؟ مفيش حد يتحداني. بنعمل ايه يا جدعان؟
لا من هنا يا ابني بس انا ظهري مفروض اهو رجلي متنيه بس ظهري مفروض بصي انا عايز اقف انا مش عارف اقف الموضوع سهل للتفرج على فيديو هل التزحلق على الجليد للأغنية بس مع أمير هيفهم ادخل شوفه واعمل كومنت وبره على طول هتلاقي البنج بونج الناس دي بتحسبها ازاي انا بلعب كده بتروح دي كده كده بتروح لعبها تيجي كده لا 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 خالص ولو حد مش هيلعب هيدفع 5 جنيه دلوقتي اغنيه بطله العالم في السكواش والبنج والسباحه والمرمطه والبهدله هتوريكم بطولاتها في البلياردو البنج البول الله يا بلدينا 1 minute 37 seconds later ايه ده هيشمعوهم مش المفروض في ضربه ثانيه الله من غيرك الزبالة يلا الضربة الثانية هتيها يمين شوية هتيها يمين ودي يا لهوي هتجيبهم كلهم والله وعملوا هالرجالة حط اثنين هنا وواحدة هنا يا محمد بس دي الثلاثة نحط في النص عشان نجيبه بسم الله مش عارف والله احلى حاجه هنا تصميم الكراسي بص احلى حاجه هنا تصميم الكراسي وطلعنا على ملاهي كاريمانتس في نفس المكان برضو في السواقه ما عنديش يما ارحميني كنت عملت فيديو هنا قبل كده عن الترامبولين مع امير برضو ادخل شوفه واعمل شير ربنا يخليك جت صاحبه الملاهي جت وشكرتنا قالت لي انت عملت لنا شغل جامد شكرا امير برضو شاوت اوت لامير شعور جامد قوي لما تبقى مؤثر بعدين طلعنا على جزيره المعادي التذكره ب 30 جنيه جامد يا بيب جدا حبيبي يا معلم بس المشكلة بقى هنا ايه مش هتلاقي حاجة تعملها فري يعني انت تيجي لازم تقعد في مكان تشرب في مكان تاكل في مكان يعني انت لو جيت دخلت كده مش هتلاقي حاجة تعملها من غير فلوس فدي مشكلة جزيرة المعادي بعدين رجعنا على شارع 9 عشان تكون العربيات فتحت
في عربيه قصب هنا بس المحصول النهارده ما جاش فهم قافلين، او عشان عرفوا ان كريم جاي فقفلوا. كل اليوم فاتح هنا القصب عنده قد كده. ده الراجل بتاع القصب بس هو قافل، وبتقول لك كان اجمل قصب في المعادي والباكجينج بتاعته حلوه جدا وب 5 جنيه. انا اصلا مشتاش من عندك. من قصدك ايه يا سعادة البيه؟ يعني قصدك ايه يا سعادة البيه؟ طول بقى ما انت ماشي في شارع 9 هتلاقي عربيات في كل حته، ودلوقتي في عربيه سوشي. يلا بينا. ايوه انا اللي 10 جنيه و5 جنيه والحاجات دي. والسوشي اي قطعه ب 8 جنيه. بص جرب الشريمب دي وجرب الكابوريا دي. ماشي. هي دي ايه؟ دي شريمبو بكل صراحه. لا مش هقول حاجه. الاخبار اسم التاني ايه؟ مش فاكرها. ما تهزر. شد الحب. ايه ده؟ عامل ايه؟ شفت المعادي مش الاغنيه بس؟ ولا فيش كده كده. خلاص بقى. يعني ايه؟ مشهور عارفينها برضه حبيبي. لا برضه ما انت يا بص مين اللي مشهورين؟ امنيه امنيه. باي باي. ده جنين. وفي النهايه اللي طلعنا بيه في اخر اليوم ان المعادي كلها عباره عن شارع 9 بس، ولا تروح شارع ال 50 ولا 30 ولا 70 ولا 80 ولا النصر ولا الجلال، شارع 9. وكالعادة حبيت اوصل لكم ان مفيش حاجة خاصة بالاغنية بس، حتى لو هي كده نقدر نظبط جدول على قد فلوسنا او نخرج بأقل تكلفة ممكنة. فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعمل لكم كومنت وشير وسبسكرايب، وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب. Ha 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 ha.